الله ان شاء الله يربحوا ان شاء الله يجيبوها ويجيو العايفوا ورا يشربوا ماها ويدوروا بها ونربحوا كل زغرتوا عليهم. الله يبارك جابوا حرب بصح جابوا حرب كبير مساكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. دوا ماتش صعيب شويه لازم لي جوار تاعنا يكونوا في نهارهم كله بربي ان شاء الله نربحوا وتكون ماتش مليح وبربي ان شاء الله يماركينا بونجاع والله بليلي ان شاء الله نديروا فيها النتيجه ايجابيه وان شاء الله نديروا ثقه في ان شاء الله يكون الماتش يكون صعيب يعني سكور يكون 2-0 2-0 2-0 ولا 2-1 توقعات بربي ان شاء الله نربحوا مع قطر. لا الثقه تاعنا نعطيوها للبقره بالدرجه الاولى واللاعبين تاعنا ان شاء الله وبربي ان شاء الله نتيجه مرضيه نربحوا ثاني بنتيجه وتوقعاتنا 3-2 حتى قطر ما نستهزاوش بصح 3-2 هي نتيجه مقبوله ان شاء الله. ومقابله تاع قطر الى هما كانوا يعني في نهارهم مش مقابله يعني صعيبه عليهم كل مقابله سهله ماهيش يعني فريق في حجم الفريق المغربي والفريق الجزائري هذا واش كاين هذه هي احنا توقعاتنا تكون 2-1 للفريق الوطني. نتمنوا ان شاء الله نتمنوا بربي ان شاء الله نربح سخون وقادرين في زوج ويلعبوا في زوج بس ان شاء الله نتمنى المدرب تاع الماتش الله لا بوقره ولا الله يبارك مليح مليح ويلعبوا مليح الله يبارك والله غير هايلين بولحي ما شاء الله الله يبارك قلت لك خلال الماتش هذاك والله كيما نقول لك غير قلت لك خفت نطيح نموت لا ما تفرجتوش من بعد كي سكتت بربي نتفرج له هذاك انا ربحنا في ذاك لازم نتفرج ان شاء الله ونقعد له حتى لا نتفرج بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله دعاء 4-0 واش اللي دعاء 4-0 قطر واعره واش بيك تا ما واعره ما والو مش قابلوا مصر منتخب جزائري انا نلعبوا بدوزيام ايكيب تسمى برسك 7-8 جوار ما كانش منتخب جزائري بس هكذاك لي زالجيري يلعبوا بحراره هكذا كيما مع المروك المروك ملاح وربحناهم بالحراره وبالتكتيك ان شاء الله يعودوها مع المنتخب القطري نتيجه 2-1 منتخب جزائري ان شاء الله طاحوا معنا احنا بربي وعاودنا مش البيت اللي عطاها له مش صمغ بالليلي مش سيرو خديك انا صار في بليزير اش نتفرج البالو وعندي ولادي في الدار يتفرجوا لي عندي البنات خير مني انا في البالو يقتلوا بعضهم على جال البالو بصح هذيك البيت نقول لك انا مش تاني عند كيلين عند واحد اخر ها مش صاروخ ميسيل ارض انا بربي ان شاء الله يديوها على بالي بهم 100% هي اكيد خاطر قد ما تقدم للفينال قد ما تقوى المنافسه وماتش سخون بزاف وقطر ما نعرفهمش مالقي ما نعرفهمش مليح ليكيب تاعهم بس فيها نديه كبيره باينه فيها نديه كبيره بين زير وقطر ان شاء الله توقعاتي ممكن تعادل ومن بعد نربحوا بينالتي ما بديش النتيجة ما نعرف مين يربحهم بلي بينالتي إن شاء الله شكرا.